بدنا نضوي على قصة عم نعيش لهلا أحداثها بعد كارثة الزلزال. للأسف شفنا صار في هدم كثير بالبنى التحتية بالمناطق المتضررة أثناء كارثة الزلزال. أثناء حدوث الزلزال كان في وقوع لأبنية كثير، فيما بعد راح بعض المناطق للتصدع وصار في لجنات عم تطلع وتكشف على الأبنية ويقرروا إذا كان هذا البناء حيكون رايح للهدم أو لا، ممكن إنه هذا التصدع يكون ما بيأثر على البناء التحتية. واليوم لهلأ نحن عم نعيش لهلأ مجريات الزلزال وأحداث ممكن تخلينا بعض العائلات تخاف إنه اليوم إنه في تصدع عندي بالحياة من أثر الزلزال، والهزات الخفيفة لهلأ هي بالنسبة للناس كتير هي فوبيا. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، وضيفنا اليوم هو المهندس غسان معمولي رئيس لجنة الترابط الإنشائي. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، نهاركم مبارك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني بدايه كلنا بنعرف انه الامان والسلامه والمصداقيه من الاعتبارات الاساسيه يلي المفروض تكون موجوده لما نصمم اي مبنى اليوم لحتى يكون مجهز من كافه النواحي للسكن. قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع خلينا نتعرف على لجنه السلامه الانشائيه ودورها. لجنة السلامة الإنشائية أو ما يسمى لجنة الترابط الإنشائي هي عبارة عن وحدة هندسية تتبع لمحافظة دمشق. مهمتها الأساسية هي الإشراف والمراقبة والمتابعة لسلامة المنشآت، كافة المنشآت في ضمن الحيز الجغرافي لمحافظة دمشق، ومتابعتها والإشراف عليها وإعداد توصيات من ناحية المعالجة أو التوصيات من ناحية التدعيم أو الحصول على أو ضمان الاستقرار للمواطن أو للحالة للمواطن الساكن. أستاذ، أمت الأبنية اليوم بتكون بحاجة لصيانة، بحاجة نحن نعرف إذا فيها أخطاء معينة كرمال نبلش بإجراءات الصيانة؟ الحقيقة لازم يعني بعد حادثة الزلزال المؤسفة تنبهت، أو طبعا المحافظة شكرت مجموعة لجان لمتابعة حالات العيوب الإنشائية أو التشققات أو المظاهر المؤذية أو المضرة للبناء. طبعا اي بناء هو عباره عن، احنا مرجعنا هو الجمله الانشائيه للبناء، هي مكوناته هو الاساس، الاعمده، الجسور او الجوائز او البلاطات، هي هذا هو الهيكل العظمي، هو الحامل للبناء. طبعا لما تشكلت لجان او المواطن بهالحاله هي لازم يعني تشكلت عنا ثقافه انه لازم او اهميه متابعه صيانه البناء. البناء مو يعني عمرناه وسكناه واستقر. عادة الأخ المواطن أو الساكن دهان بعد عمر معين بدهن بيجدده، الديكور بيغيره، الأثاث بيغيره. الجملة الإنشائية لازم كمان كل فترة نراقبها ونتابعها دائما. هو البناء هو عبارة عن كائن هندسي معرض للضرر، معرض للخطر، معرض أحيانا بيكون مشاكل نتيجة سوء بالتنفيذ، أحيانا بيكون في مشاكل تسرب مياه، احيانا بيكون تعرض للزلازل او اثر خفيف من الزلازل، او احيانا مخالفه بناء موجوده. طبعا هذول اضعف شيء بسبب الخطوره او ضرر. اكيد استاذ، وذكرت شغله يعني عم في ناس كثير او ابنيه كثير او مناطق كثير عم تعاني من موضوع تسرب المياه اليوم. يعني هي من احد الاسباب اللي بتخلينا انه احنا نتابع موضوع السلامه بالبنى التحتيه، مثل ما قلت تغيير ديكور، دهان الى اخره. اليوم اذا بدنا نتوسع بعمل اللجنه، اليوم هي اللجنة شو شغلة بالضبط؟ يعني وقت اللي بيكون في بيت انه بدها تطلع تكشف عليه، كيف بيتم تقييم هذا المنزل؟ طبعا المواطن اول واحد هو اللي بيدعينا انه نشوف بيته، لانه هي البيت له خصوصيه. صحيح. بيلاحظ مظاهر معيبه على البيت، مو على الديكور، على الجمله الانشائيه وعلى جدران البلوك، من ناحيه انه في تشققات. التشققات تظهر من خلال تنسيمات تكبر او تشققات او تصدعات، وبالتالي هذا نتناجم عن انه الجمله الانشائيه محموله على اثاثات. هالاثاث في حال تسرب مياه او في ضعف او في سوء بالتنفيذ تعرض لهبوط. لما يتعرض لهبوط باثاث واحد وبالتالي لحو العمود، وبالتالي سبب هبوط ما يسمى هبوط تفاضلي. لو كان هبوط كامل ما ضرر البناء، لما يصير هبوط تفاضلي بيصير بقى بيظهر وين؟ على العناصر الانشائيه للبناء. بقى المواطن لما بيشوف اي مظاهر معيبه من تشققات او تنسيمات اول شيء بيخبر محافظ دمشق او الدوائر الخدمات التابعه لها، بيعلم، نحن بنجي بنتحقق منها.
وطبعا المواطن بيقدر هو كمان يراقب حالة الإنشائية في حال ظهر عيب إنشائي أو شيء معين، يحط مؤشرات ما يسمى. شو يعني مؤشرات أو عيب إنشائي؟ اليوم يعني أنا اليوم عم بدي أشوف إنه في شيء ببيتي، كيف بدي قيم أنا ما عندي الخبرة الهندسية. تمام، بغض النظر أنا إذا ما عندي خبرة، ليثما يحضر المختص ممكن المواطن يلاقي عيب بالجدار البلوك لو فرضنا هو القاطع الفاصل بين وحدتين أو بين حجرتين أو العناصر الإنشائية، هالتشقق بده يشوفه تطور أم لا. أحيانا العين المجردة لا تكفي أو لا تعطيك المعلومة المضبوطة. نحن بننصح أحيانا أنه يحط ما يسمى ودعات جصية، يعني مادة تجص مع المي تنحشى بأماكن معينة، وبالتالي هي جص وتنشف طبعا مع الوقت بتجف. لما يصير أي تحرك غير مرئي بالعين المجردة للمنشأ بتبين مباشرة على الجص، بتطور. لأن أحيانا المواطن بتخدع عينه إنه أخي يصير له من سنة سنتين، بس لكن ما عم يراقب إنه نحنا لما في هيك حالات عادة بنطلع بنحط عينات جصية أو ودعات وبنحط عليها علامات وبنحط تواريخها بنتبعها بعد كل شهر، الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده، ولكن نفس الوقت بدنا نزيل الأسباب أسباب الهبوط أو العيوب الإنشائية. وتاني شيء إذا في مشاكل إنشائية أو في تسرب مياه، مشكلة تسرب مياه هي أكثر شيء هي عم تعمل خطورة، سواء الصرف الصحي أو سواء غرف التفتيش اللي بالأبنية المشتركة. لما عم يتسرب المياه عم تنتشر بالتربة أو بتربة الأساس اللي تحت أساس البناء. التربة لما تتعرض للمياه بتتعرض للانكماش، وبالتالي تتعرض الأساس البناء للهبوط. بيقولوا بالعامية الهبوط بيصير تفاضلي، ريحت. هلا هو بيصير تريح، أحيانا تريح ما بيضر كثير أو مو خطير. شو السبب؟ أحيانا لأنه نحن لما منشيل لما نعمر بناء نعتبر البناء وزنه 300 لو فرضنا 500 طن فرضنا. أول شيء بنزيح التربة لنوصل لمنسوب الأساس، بيكون التربة وزنها 25 طن أو 50 طن، عاملين إنها 50 طن حطينا محلهم 500 طن، معناتها تغيرت الحمولات على التربة التأسيس. بدها تريح مع الوقت لما يصير إكساء، لما يصير سكان، لما يصير استثمار، لما يصير في حمولات حية، استثمار تجاري، صار في ضغط، صار في حركة، صار في حمولات ديناميكية وميتة، سبب التريح، لكن هالتريح أعطى استقرار لكن. تمام، ما انه مخيف؟ لا ان شاء الله ما مخيف. تمام استاذ غسان، يعني ذكرت مشاكل عديده انشائيه ممكن الاشخاص ينتبهوا لها او ما ينتبهوا اليوم لخطورتها. طيب خلال جولاتكم اليوم ضمن بعض الابنيه، شو ابرز المشاكل يلي فعلا بتستدعي انه نحن خلص نخلي المبنى؟ نعم طبعا في حال اذا المبنى خلال جولاتنا الحمد لله بمدينه دمشق ما اضطرينا نخلي اي بناء حتى بالاطراف دمشق، لكن بالمطلق بشكل عام لما نضطر لإخلاء المبنى لقينا وجود عيوب إنشائية وتشققات وعم تطور تشققات بالجملة الإنشائية اللي هي الأعمدة ظهور حديد التسليح من سقف البيت أو الصالون أو ما يشابه ذلك، الجسور تشققات عم تطور عم تزيد عم توصل لمرحلة ممكن يصير انهيار. هلا نحن دائما الجمله الانشائيه هي عباره مثل ما قلنا الاساسات والاعمده والجسور والبلاطات. الابنيه اللي بتعمر بدمشق او بسوريا طبعا وفق الكود السوري والعرف تبعنا من ماده البيتون المسلح، اللي هي البيتون المسلح عباره عن اسمنت وبحص ورمل وماء بتختلط بشكل ماده البيتون، والمكون العنصر هي عباره عن ماده البيتون المسلح مع الحديد. الحديد بيقاوم الشد والبيتون بيقاوم الضغط. الهندسه بالموضوع انه نحط المكان اللي فيه يتعرض للشد الحديد والمكان اللي يتعرض للضغط الاسمنت، وبالتالي لما نشوف عيوب ظاهره بالبناء، ظهور حديد التسليح، تشققات واضحه كبيره باماكن متعدده وعم تتطور وتتزايد، وبالتالي كذا. نحن بعملنا احيانا بنشوف جزء من عقار قايل للسقوط او كذا، دورنا نحن بالاخير مشان ما يضر البناء بالكامل او ينهار بشكل مفاجئ، احيانا بنطلع من خبرتنا بنفصله انشائيا عن الكتله السليمه وبنقيم القسم المتضرر، وبالتالي بنعطي موافقه للمواطن انه يرجع يصلح القسم المتضرر سواء جدار مطلع على الطريق العام او شرفه او ما شابه ذلك. طيب استاذ هون اليوم في نقطه
الناس بتخاف منها يعني، وصارت بأثناء كارثة الزلزال بيشوف البناء نفسه يعني بعض الشقق متضررة جدا وبعض لا، يعني حسب من جهة لجهة أخرى عم يختلف هذا الضرر. طب اليوم كيف هذا المواطن بده يرجع يأمن أنه يرجع يضبط هذا البيت يقعد فيه، وشايف جاره اليوم أنه في تصدع كتير كبير أدى لهدم بجدران المنزل، اليوم كيف جهة بتتصدع وجهة لا يعني بالبناء نفسه؟ ستنا الكريمة، احيانا بيكون البناء كتلته كبيره وفي فواصل انشائيه، فواصل صب، يعني هذا الكتله لحال وهذا الكتله لحال. ظاهريا يعني اعطيك مثال، في ابنيه عملاقه او كبيره مثل ابنيه الوحدات المدينه الجامعيه، نعم هي وحدات المدينه الجامعيه ابنيه كبيره طولها مثلا مجازة او طول البناء 30 40 متر، هي لما بتتعمر ما بتتعمر بكتله واحده، بيكون في شيء اسمه فاصل صب او فاصل زلزالي، منعا انه تضرر القسم هذا ما يضر القسم الثاني. نحن ظاهريا بنشوف هذا متضرر لكن القسم الثاني ما تضرر، نتيجه انه هي بنايه لحال وهي بنايه لحال لكن ملتصقين وبيناتهم فاصل وجوانات فاصله بيناتهم، ظاهريا ما ببين معنا. بيكون هون صاير عيوب، هبوطات معينه، سوء بالتنفيذ، يعني احيانا الدراسه بتكون صح لكن على الواقع صار في شويه تساهل، ما وصلوا للصخر الاساسي او الاوتاد نعمل بشكل صح، المونه ما انحطت مزبوط، الحديد ما عندك نحط بمكانه الصحيح وفق ما هو وارد بمخططات الهندسية. طيب شو سبب تصدع اليوم الأبنية الحديثة يلي يمكن ما إلى 4-5 سنين اليوم؟ هل ممكن كان في غياب لبعض أخلاقيات العمل أم كان في أخطاء شائعة من قبل المسؤولين على المبنى؟ شوفي أستاذي هايدي، نحن بالمطلق عم يعني عم نلاقي الأبنية اللي عم تطلع بدمشق تصدعات عم تطلع كثير خفيفة بسيطة، وخصوصي الأبنية المرخصة، مهندسنا سمعته جيدة وفي عندنا نحن لجان إشراف دائمة، يعني نحن المنشأ أي منشأ بده يتعمر في مهندس دارس، بعد ما يتقدم المخطط مهندس دارس بتدقق من نقابة المهندسين ووفقا معايير ومحددات محددة هو الكود العربي السوري، ومن ثم هاي المخططات تنحط بعد ما يتوافق على الترخيص للتنفيذ، صار في مهندس مقيم ومهندس مشرف وفي اختبار لمواد الورشة. احيانا بيكون في سوء بالتنفيذ، بتنفيذ المواد، عدم رش المواد، الاسمنت بده سقي احيانا بالصيف بيتعرض لانكماش لانه هي عباره عن تفاعل بين الاسمنت والمواد المختلطه، فاحيانا بيكون في سوء بالتنفيذ، في شيء مو حاسبينه بتحمل التربه، بس نسبيا ما لقينا عيوب. مثل ما قلت لك انه تريح بالتربه، تشققات بسيطه، تسرب مياه، احيانا بيكون البناء قريب لمسيل النهر او لمجرى النهر، بس احيانا الضرر البسيط ممكن يمتد ويسبب، هذا شيء دورنا اللي هو بنراقبه، يعني دائما معالجه الموضوع ببدايته ومتابعته بتوقي من ضرر لاحق. وجزء محافظه دمشق ما عم تاثر، يعني في حال اذا طلب منا والمواطن هو لازم يكون بيبلغنا، وبنطلع بكل حيز جغرافي، وحتى في اساتذه من جامعه دمشق ونقابه المهندسين بيساعدونا بخبرتهم، يعني دائما ما بناخذ قرار فردي، نتعاون بخبرات المتراكمه مع زملائنا. هل اليوم بالاضافه للخبرات في اجهزه اليوم عم تم استخدامها بالكشف على سلامه المبنى؟ واليوم اي مواطن اليوم حب انه يتقدم لكم باستشاره مشكله عنده بالبيت عم بيروح كمان لدفع رسوم او لا؟ لا لا، اجهزه محافظه دمشق ما بتتقاضى اي رسوم، بيبلغنا انه شاف مظاهر معيبه بعقاره او ببيته، نطلع بنكشف عليها، بنقدر مضره او غير مضره، وبنقول له للمواطن كمان يساعدنا يبلغنا، نحط حوادعات او مؤشرات او محددات، اذا تطورت زادت مع الوقت يخبرنا، ونفس الوقت نحن ندرس البناء ككل، اذا لقينا عيوب انه هذا بس عنده بالبيت مكاني ولا بكل البنايه، احيانا بيكون بناء برجي طابقي. طيب شو هو الجهاز اللي كنا عم نسمع فيه ونشوفه ببعض اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عم يتم استخدامه بالكشف على سلامه المباني اللي تاثرت بالزلزال؟ هلا هو اكثر جهاز عم يستعمل هو المطرقه البيتونيه، مطرقه شميدت، اللي هي بتعتمد على مقاومه البيتون، انه هذا البيتون دائما لو فرضنا مقاومته هذا الموجود محققه اللي هي حسب ما نفذ، هذا ميزته هذا الجهاز، سهوله حمله، استخدامه سهل، يستخدم مكانيا بعينات، وبينحط عده طرقات وبتنعمل قراءات، بشوف مقاومه البيتون الموجود بالمنشا انه هي محققه له وما نفذ. طبعا في تطور تكنولوجي صار، صحيح. في اجهزه ليزر بشوف لك بيراقب ميول المنشا او العمار، عندنا هدول الاجهزه، اجهزه ليزر موجود، نعم نعم. احيانا بيكون في بناء عم يتعرض لميل، احيانا هالميل ظاهر بالعين لكن نعرف انه عم يتطور ولا لا، في طرق فنيه وفي اجهزه صارت موجوده بجهاز النيفو والليزر، وبنراقب بناء وبنحط
علامات وتاريخ مثلا هالاسبوع تطورت زادت ميلي او اقل من ميلي ممكن تثبت اي ممكن تثبت احيانا يكون استقرار لانه يعني جمله البناء لا يقل عن 500 طن او اكثر بتستقر بتحمل حاله يعني مثل هيك ريحت بس نتيجه الضعف بتسند حاله بما يشبه برج بيزا المائل طبعا في اجهزه حديثه صار هلا في تكنولوجيا في سكانر او ما يسمى السكانر بتكشفي اذا في تسرب مياه وفي كمان بيكشف مكان حديد التسليح احيانا الجمله هون مختلطه علينا في طبقه طينه كبيره ما بنعرف هذا جدار وراه بلوك ولا حديد ولا بيتون على الحل ما في حديد تسليح يعني مشان ما نعمل تخريب للجمله الانشائيه احيانا بيكون السكانر بيكشف كمان خطوط المياه والصرف الصحي توزعها لانه بتداخل الورشات اللي عم مثلا عم يركب مطبخ او عم يعمل حط برغي بالحيط بدل ما يسقط بشكل عشوائي بيعمل سكانر بيعرف انه هون في خط مي ما يضربه ويخرب ويكسر سيراميك يعني بعد المشاكل بصير بالاكسار تمام استاذ يعني قبل ما نختم مع حضرتك في عنا استفسار اليوم بسبب ظروف الكهرباء بتلاقي كثير من الاشخاص اليوم عم تلجا للالواح الشمسيه وفي كثير مقولات انه هي الالواح الشمسيه ووجودها اليوم على اسطح الابنيه ممكن تاثر على البناء شو صحه هذا الموضوع هلا اذا البناء بيتحمل طبعا دائما الاسطح بالابنيه النظاميه قادره معدله لتحمل اجهزه الطاقه البديله والماء الساخن وبعض الخزانات لتخديم هالبيوت بس لكن لازم تنحط بطريقه حرفيه نسال فني احيانا شو عم يصير اللي عم يركبها منعا لانه ما تطير بالهواء عم يعمل عم يثبتها بسميت عم يثبتها مو بس بالبلاط بالجمله الانشائيه عم يخرب جملة الإنشائية مشان يثبتها أحيانا بيركبها بشكل عالي بدون حماية أحيانا بتتعرض للهواء أو لعاصفة معينة بتسبب الضرر لا سمح الله يعني هي هذا اللي إحنا نصايحنا يعني اليوم عم نحكي كطاقة شمسية نحن ما عم نحكي على طريقة التركيب ما عم نحكي بأثار سلبية على المبنى بشكل لأنه هي بتتعرض للرياح بتتعرض لأنه هي مركبة على هي كل ما يفهم أنه في أشعة ممكن تدخل على الباطون تعمل لا 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 طاقة لا نحن عم نحكي بس بطريقة التركيب لما بتثبتها بجملة إنشائية وتحفر وتكذا ما عم تخرب السقف أحيانا بيكون السقف البيتوني كله 10 سنتي لما سقبته ما عاد رجعت مثل ما هي الجملة الإنشائية صارت هون في نقطة خلل صار تسرب مياه أمطار صارت هون تسوس صار في حديد صدأ حديد او تسرب مياه للضرر صار بعد ما بحاجه لاصلاح الاطار بدنا نشكرك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها المهندس غسان معمولي رئيس لجنه الترابط الانشائي ودائما نقول بالسلامه للجميع آمين. وشكرا لكل الجهود اللي عم تقدموها شكرا لكم شكرا جزيلا والله يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه وشكرا كثير لكل الجهود اللي عم تقدموها اليوم